إنسان كان يعمل يعني مجال عمله إنسان بسيط في حياته، ولكن ذهب إلى السعودية، قعد بالسعودية سنتين. وهذه نقطة جدا خطيرة، أنه مع الأسف أصبح الشباب لما يتوجهوا إلى تلك البلدان اللي فيها الجماعات التكفيرية، وتحديدا في السعودية، السعودية الآن عم فيها أناس ينشئون شخصيات كقنابل موقوتة. وهذا الرجل بلا شك السنتين اللي قعدهم وضعوا في رأسه أشياء كثيرة عبأوه فيها، سواء بأسلوب طائفي سواء بأسلوب تحريضي، في نهاية المطاف تحت عنوان ديني قدروا يعبؤوا هاي الناس أنه أنتم في النهاية يجب أن تخدموا الدين، أنتم يجب أن تتبعوا عقيدتكم. وإن كانت طبعا يعني الحمد لله نحن نعيش في بلد فيها كل الديمقراطية بالنسبة لكل الديانات والمذاهب، وهذا كل إنسان يعني يعرف سوريا وعاش في سوريا أو زار سوريا يعرف أنه كل الديانات متحابة في سوريا. يعني لم تكن إقامته في المملكة العربية السعودية إقامة عادية من أجل العمل، عاد معبأ بفكر هو ذهب لأجل العمل، ولكن هم يستغلون سواء كان ذهب للعمل سواء شخص يذهب للعمرة أو للحج، لأنه هو كمان صار يعمل رحلات عمرة. تماما، هو كمان لاحظي الآن أي واحد بيطلع إلى العمرة أو بيروح إلى الحج لازم ما يرجع إلا ومعه كتيبات مثل ساندويتشات يسموها، إنه الواحد بالطريق بيقرأها. لكن افتحي هذه الكتيبات بتلاقي في داخلها سموم تعبئ الشخص المسلم اللي عقيدته بتكون نقية عن التكفير، بتلاقي بتعبئه بحيث إنه بيبدأ يقرأ فلان من لا يفكر بهذه الطريقة هو كافر، هذا مشرك، هذا كذا. فبتلاقي اللي بيقرأ بيصير بيرجع لهون، دير بالك هذا عمل كفر، دير بالك هذا عمل شرك. فلذلك إنه بيعبوا الناس بهذه الطريقة، وفجأة بتلاقي الناس دون فهم ودون وعي تعتقد بأن هؤلاء مع الأسف مشايخ وعلماء للمسلمين، يقدمون مادة صحيحة ولكن في واقع الأمر هي مادة دس السم في العسل. طبعا. لذلك أنا أتمنى فعلا أن يكون هناك رقابة شديدة على كل هذه الكتب التكفيرية اللي تدخل إلى سوريا، لأنه هي هذه أخطر من القنابل، وهي اللي جعلت من هؤلاء إرهابيين، هي هذه الكتب اللي ذهبوا وأخذوها من تلك البلدان وجاءوا بها إلى سوريا ليأتوا لنا بهذا الفكر الإرهابي الوهابي. وهنا أسأل عن نقطة يعني خروج أول مظاهرة من الجامع، يعني اختاروا المسجد بلا شك، اختاروا الجامع لي احنا اللي شفناه في كل الدول اللي خرجت فيها المظاهرات ما كان في منطقة محددة لخروج المظاهرات. لكن هن بما أنهم بيعرفوا الخصوصية في سوريا ووضع سوريا تحديدا أنه من الصعب، يعني حتى المظاهرة اللي حكى عنها إذا لاحظتي ما كانت مهيئة لها، يعني الناس حتى اللي خرجت كان في أشخاص مزروعين، بضعة أشخاص ثلاثة أو أربعة أو خمسة وقفوا وطالبوا بمطلب، يعني شوفي الدهاء، استغلوا أنه ربما المواطن في حمص يا أخي عنده مشكلة مع المحافظ ويريد تغيير المحافظ، فاستغلوا الجانب الذي هو فعلا يبحث عنه. في باقي الدول كانت مطالبهم أضخم بكثير من هيك، لكن في حمص استغلوا قضية المحافظ، فلذلك عبأوا كل من في المسجد وخرجوا، واللي مو مشكلة خير إن شاء الله خرجوا. طب أنا سألته هذا السؤال، هل تحقق المطلب أو لا؟ قال لك تحقق. طب أنت بما أنه تحقق المطلب لك تطلع؟ قال لك لا، ما بدي أطلع أنا خلاص. هل استمرت المؤامرة أو استمروا هؤلاء المحرضين أو لا؟ طب أنت بدك تغير شيء بالبلد، ماشي إحنا معك حقك، هذا أمر خطأ أنت بتعتقد، بدك تعبر عن رأيك عبر عن رأيك، لكن أنك تجيب مجموعة بسيطة وتحرض من خلال، والله أهل دومة مو أحسن من شو شغلة عدوى، تماما، أهل منطقة درعا مو أحسن من أهل منطقة كذا مو أحسن منها. إذن القضية ما صفت قضية مطالب محقة، أصبحت القضية قضية استفزاز لمشاعر الناس وتحريض للناس حتى الناس تطلع. لذلك إن شافوا أنه حتى مع هذا التحريض في ناس ما قبلت تطلع، لذلك وقفوا واستغلوا جانب آخر، وأنا كثير كنت ركز على هذا الجانب سابقا، وفعلا توقفوا غصبا عنهم مو بإرادتهم، لما كانوا يقولوا الما بيشارك ما في ناموس. طب ما حشي أنتوا عم تقولوا ديمقراطية وعم بتقولوا حرية وعم بتقولوا، شلون بدك تفرض علي؟ يعني انا بلا مؤاخذة انا ما بدي شارك تماما، عم تجي بالعصاية بدك تحركني غصبا عني، يعني انه لا انت ما صفيت لا عندك خلق ولا اخلاق ولا شرف ولا قيم اذا ما بتشارك. اذا من الاساس كانت المؤامرة واضحة من خلال دس هذه الشخصيات المأجورة. واللي بتلاحظي انه الاسماء اللي ذكرت مثل خالد ابو صلاح. خالد ابو صلاح، من هو خالد ابو صلاح الذي ذكر؟ هلا هو خالد ابو صلاح هو اسمه الحقيقي عدنان الحميد. اسمه بحد ذاته لما بيجي هو بيستعمل اسم خالد أبو صلاح
يعني أنا مثلا اسمي رفيق لطف، عندي مشكلة طرحتها، نعم، بقول أنا اسمي رفيق لطف، بعرف نفسي. لكن لما بيجي شخص من البداية مستخدم اسم خالد أبو صلاح، اسم حركي، نعم، ما هو اسم واقعي، إذا في شيء خفي بالموضوع. تماما. هذا بيذكرنا بالثمانينات، إذا بترجع إلى الثمانينات استعملوا نفس هذا الأسلوب واستعملوا أسماء حركية. وبنفس الشيء في بابا عمر وفي بعض المناطق الكثير استعملوا أسماء حركية. والهدف؟ الهدف عمل استخباراتي، صفة عمل لجهات خارجية. وإلا لو كان هو فعلا مؤمن، حتى في مصر، حتى في تونس، حتى في كل الدول اللي صار فيها الثورات اللي قامت، نعم، شفنا حد استعمل أسماء حركية؟ بالعكس كانوا كلهم يطلعوا بأسماء الطبيعية. صحيح. لكن عنا لأنه مو قادرين يسووا شيء فاضطروا أن يستعملوا أسماء حركية لحتى من خلال هاي الأسماء يحركوا الشارع ويزيدوا الأعداد. وفعلا بدأوا يجمعوا بها الناس ويكسبوا أو يجروا شيء وراء شيء. لاحظي ما كان في كبار، هو ذكر كلمة له أنا اللي ما له كبير ما له تدبير. طيب فعلا نحن تعودنا صح الشباب لازم يكون له دور، لكن انت ما فيك تقولي والله إذا الشباب يعني هو لازم يكون له دور، معناته أصحاب الخبرة واللي لهم تجارب بالحياة نقول لهم تفضلوا عدوا مع جنب. أمريكا عم تروج لنا وغيرها عم بيروج لنا إنه إحنا بدنا دور للشباب، إحنا ما لنا دور، كلياتنا مع إنه يكون الدور للشباب. لكن هل أمريكا بتعطي المراكز الحساسة للشباب بهالسن هذا؟ هل بتسمح لخالد أبو صلاح وغيره من هم بهالأعمار إنه يستلموا مراكز حساسة أو يقودوا هكذا أعمال؟ لا، ما راح تسمح لهم. لكن لعنا عم يحاولوا يدخلوا الديمقراطية بطريقة مغلوطة، وعم بيحاولوا يوصلوا فكرة الديمقراطية على مقاسهم. على مقاسهم بالضبط. إذا كان واضح من خلال مخطط لهم إنه بدهم يسيروهم في مجال معين، واللي بيأكد هذا الشيء إنه تحقق المطلب واستمرت المؤامرة. الآن اللي بعد منه هل حطوا عنوان ثاني غير المحافظ؟ لا، صارت القضية فقط قال حرية. لذلك يعني الآن طلع على المظاهرات، وين الكبار؟ أنا بشوف أولاد صغار قاعدة. صحيح. وحتى الأولاد الصغار اللي بيجيبون شلون بيجيبون؟ مو بعنوان إنه نحن عندنا مطالب يا جماعة وبدنا هاي المطالب نطالب فيها، لا، بعنوان الليلة عندنا سهرة وبنجيب لكم مطرب وبنجيب لكم دربكة وتلاقي قاعدين عم بيدقوا ويغنوا مبسوطين. أي واحد يقول له تعال تفضل في سهرة اليوم حتى لو شو ما كان بيقول لك رفقاتي موجودين يلا رايح. وهذا بيأكد إنه هن مو قادرين يجمعوا ناس على سبب معين هن بدهم اياه، وان كنت انا ما بنفي انه في اسباب، ما بنفي انه في ناس فعلا كان عندها اراء وعندها امور حابه تطرحها، لكن مع هذا كانوا عاجزين. لذلك بتلاحظي اغلب المظاهرات الان، افتحي على قناه الجزيره، مظاهرات اخر زمن مثل ما بيقولوا او ثورات اخر زمن، شو والله جايبين لي خمسه من جماعه ما يسمى بالجيش الحر، وجايبين لي حاطين لي معهم دف وجايبين لي مطرب وعم بيغنوا. صحيح. والله هذول اصحاب ثوره هذول؟ هذول الناس عندهم أهداف ولا جايين ضيعوا وقت ويقطعوا وقت؟ أصلا قناة الجزيرة لو بتحترم نفسها وعندها ذرة كرامة لنفسها لا تقوم ببث مثل هذه، ما بتقبل هذه المهازل. ما شفنا هيك ثورات. صحيح. هذه عورات وليست ثورات. ما ممكن إنسان عاقل يقول لك أنا والله صاحب ثورة ويطرح لك هذه الأطروحات السخيفة. إذا هم اعتمدوا على أطفال، يجمعوا أعداد من أطفال، واعتمدوا على أهازيج وأغاني ورقص حفلات ليلية من أجل جمع الناس بعنوان مظاهرة، ومع هذا لم يستطيعوا أن يجمعوا الأعداد التي هم كانوا يريدونها. المادة الفيلمية القادمة التي سنتابعها يعني تطور المظاهرات وتحولها لشيء آخر من بدايتها طبعا. نعم، نتابع ونعود للتعليق. طيب طلعت المظاهرة الثانية أو الثالثة، شو اللي صار؟ وشلون أنت شاركت فيها ولا ما شاركت؟ هلا أنا شاركت فيها، قلت لك حماس مع الشباب، يعني من باب دبت فيك الحمية وطلعت مع الشباب، وطبعا انتهت على خير الحمد لله. ما يعني ما حدا قارع حدا او ناقشنا حدا، كل واحد خلاص ظهرنا عند الدوار وكل واحد في لعبيته نص ساعة ساعة لحتى قالنا انه تم تصوير وخلاص مش الحال. طبعا كان خالد أبو صلاح يطلع الاكتاف واللي يهتف وبنا يصور، وبعض الشباب اللي عنده هتافات يطلع يهتفون. طيب وجهاء حمص قابلوا السيد الرئيس. نعم. شو كان موقفهم بعد هاي المقابلة بشكل عام؟ في إحدى المشايخ هو الشيخ معن طعمي كان متواجد، فحكي بإحدى المظاهرات إنه يا شباب هذا ما بيجوز، والسيادة الرئيس وعد وإن شاء الله راح تكون الوعود
قريبة رح تنفس كلياتها، فما في داعي لكل هاد، بكفي خلاص كل واحد يفل على بيته. طبعا الناس هون اكثرتها هاجمت الشيخ، الشيخ اضطر يطلع من الحي لفترة معينة انه شاف كيف شباب عم تهاجمه، فما حد تقبله يعني، ما حد تقبل كلامه. هدول الوجهاء. نعم. طب والمشايخ شو كان دوره بشكل عام؟ هو هذا الشيخ ما عن طعمي ابعدوه. نعم. وتم عزله يعني. نعم. هلا كان في عندنا بعض المشايخ اللي طلع واجه سياده الرئيس، من الشيخ ما عن طعمي والشيخ عبد الله جوري طبعا قلت لك اللي عمل المؤتمر واللي راح قابل سياده الرئيس مشان يشوف شو مطالب الشعب. طبعا الشيخ ما عن طعمي لما رجع الغضب نزل عليه من اهالي الحي لانه ما قدم شيء ولا حكوا شيء شو هي شو وعدهم سيادة الرئيس. بس انه طولوا بايكون والامور ان شاء الله رح تنحل وقريبا وعدنا بس شو هي شو الدرجات شو هي الامور رح تنحل وشو هي الطلبات مطالب الشعب اللي وجهت ووصلت يعني الرئيس. شو جرى ما بيعرفوا ما حكونا ما عطوا تفاصيل لاي شيء من المواطنين هذا. طبعا الشيخ معن طعمي طلع برات البلد سافر ومتع السعوديه. الشيخ عبد الله الجوري اللي بقي ضمن الحي في شيخ يعني في عندنا مشايخ كانت هلا احدى المرات لما دخل جيش حي ابو عمر تواجه مع الشيخ قناه التلفزيون الدنيا طلع قناه التلفزيون يقول لك والله مسلحين ارهابيين خربوا لنا الدنيا هون ومدري شو كيف بنفس الوقت بس تجي المظاهرات ترجع تلاقي فاطمه مشارك نظامي مع الناس والدعاء واللهم دمر واللهم كذا. فهاي المشايخ يعني اللي كانت انه لازم نسلط علي الضوء انه كيف انت بتحكي هيك شكل ولما بتجي بتحكي شكل يا احكي كلمة حق لو عطى رأبتك خلصت الحكاية ليش خايف او من مين او مين مهددك هذا. شيخ عبد الله الجوري احدى المرات كان مدخل قناة المنار مشان تصور بحي بابا عمر شافوا المسلحين قاموا بخطفه قولوا لأحد الاشخاص اللي كانوا متواجدين من قناة المنار الاشخاص المتواجدين معهم. الشيخ عبد الله الجوري اللي قابل سيادة الرئيس تعرض للضرب من قبل المسلحين حتى اجى الشيخ محمود دلاته والشيخ حوري عثمان لحتى قدروا يحلوا كرمال الشيخ عبد الله الجوري. في عندنا شيخ طبعا هذا ما غير من اول الاحداث لاخره بسم الله عليه يعني كان هيك هذا الشخص اسمه الشيخ عبد الله البيريني. شو قصدك ما غير يعني ما غير شو؟ ما غير اتجاهه لا انه انا مع المسلحين او مع الثوره ولا انه انا ضد الرئيس انا خلاص هيك اتجاهي. فتم ماشي على الاتجاه هذا ما غيره اللي هو الشيخ عبد الله البيريني. كان يصلي في مسجد الجيلاني طبعا لانه ما في داعي للثوره واللهم انصر وارحم الشهداء تم تغييره عزلوا يعني عزلوا من المسجد حط وضعه شيخ. ومين اللي عزلوا؟ طبعا المسلحين. يعني مو الاوقاف اكيد لا. طيب وبالنسبه للمظاهره اتجهت لوين؟ هلا هون قول خلصت هاي المظاهره في مظاهره تبع حاجز كفر عين هاي بدي احكي لك عنها. هاي كنت طالع شغل انا بشتغل بيا خضره وبالعادي بطلع الساعه 6 5 الصبح على سوق الهال. فطلعت بكير الصبح بتفاجئ انه في تحت جسر القطار بحي بابا عمر تواجد حاجز امني جديد مع تواجد بردي اما تنتين. لما شفت هالمنظر اضطريت لف وارجع البيت خفت يكون في اي شيء مشاكل وخاصه انه انا بشتغل بالسوق يعني بدي اخلص شغله بدي ارجع البيت ممكن يكون سبب للتهونه باي شيء. فرجعت على البيت فشافني بعد قال خير ليش رجعت له القصه 1 2 3 قال زيت ما عملت خلص قال لي نصلي بهذا المسجد جنبنا ما في داعي تروح لهنيك. اي مسجد؟ مسجد الخيمي اسمه. قلنا له طيب. بالفعل رحت صليت بمسجد الخيمي وخرجت. نحن لما خرجنا تفاجئ بمظاهره جيلاني خارجي بشكل كبير. صار كأي شاب عنده فضول انه يشوف شو بده يصير وشو الاحداث اللي راح تصير. فبتمت واقف بالمنصف بين حاجز تحت سكه القطار وبين حاجز كفر عايم. في شباب بيناتنا عم يحكوا كانوا مع اشخاص بمنطقه جوبر انه في مظاهره جاي من جوبر كبيره. فتفاجات انه حاجزين كيف بدها تمرق هاي المظاهره تجتمع مع مظاهره بابا عمر. على اساس يلتموا مع بعض عند المؤسسه. فصار لي فضول انه اشوف اكثر واكثر. بعد ربع ساعه تقريبا مظاهره جامع جيلاني بترجع تقترب من حاجز تحت جسر القطار على بعد 150 متر بتوقف. مظاهرة جوبر بتنزل لعند هي نازلة على بابا عمر بتوقف تبعد عن الحاجز كفرعية 100 متر. طبعا الشباب اللي كانوا واقفين معنا قربوا
لعند الحاجة صاروا يهتفوا بيقول الجيش والشعب إيد وحدة. فكنت أحد الأشخاص أني وقفت الشباب أنه ما يتقدموا على الحاجة.